بيطلق على الكورس ده ان هو كورس متشعب جدا، وكمان بيتقال على الامتحان بتاعه ان هو امتحان مضلل. يعني اكتر من زميل او اكتر من حد انا فعلا لقيته بيتكلم عن امتحان ان هو متشعب يرقى لدرجة ان هو مضلل، فيما يعني الاسئلة بتبقى لفة شوية وبتبقى مغلفة باشياء الغاز كده مش مفهومة. وده الحقيقة اللي دعانا ان احنا نتعلم مع بعض الموضوع ده ونخوض في تفاصيله. ده لثلاث اسباب. اول سبب لان احنا فعليا بنحب نتكلم في التفاصيل وبنتعلمها مع بعض وبنحب نيسر المفاهيم على الناس ونبسطها. تاني سبب وهو الأقوى إنه أصلا لا يوجد أي محتوى عربي حتى الآن بيتكلم أو بيتطرق لمواضيع الكلاود سيكيورتي أو الأجور سيكيورتي تحديدا فيما يتعلق بكورس الإيزد 500. وتالت سبب علشان نثبت للجميع إن مفيش حاجة صعبة لو إحنا فهمناها بشكل مبسط. طيب علشان نروح نقول إن إحنا هنشتغل على الإيزد 500 يبقى لازم في متطلبات علشان أبدأ أتعلم وافهم المواضيع. فخلينا سريعا نروح نشوف ايه هي المتطلبات. زي ما احنا شايفين متطلبات كلها بسيطة وسهلة ممكن اي حد ان هو يحققها. زي ايه؟ زي البيست براكتس في الاندستري سيكيورتي ريكويرمنت، يعني الحاجات المهارات الاساسية اللي حضرتك بتتعامل معاها بشكل يومي او المهام اللي حضرتك بتتعامل معاها بشكل يومي فيما يتعلق بمواضيع الامان، زي المالتي فاكتور اوثنتيكيشن، الشيرد ريسبونسبيلتي والزيرو تراست موديل. كل الاشياء دي ان شاء الله هنتوانها ونفهمها ونبسطها. تبقى برضو عارف البروتوكول او السكيورتي بروتوكول زي في بي ان كلنا طبعا عارفينه، الانترنت سكيورتي بروتوكول، الاي بي سيك او الاس اس ال فيما يتعلق بشهادات الامان، او السكيور سوكيت لاير. كمان هيبقى مطلوب منك بعض الخبره في اجر، يعني دخلت اشتغلت بايدك كده مش شرط تكون على الجزء الخاص بالسيكيورتي، لا يعني مثلا كريت في ام، كريت في نت، اشتغلت على كده دايركتي شغل بسيط، عملت يوزر، عملت جروب والاشياء دي. بيقول كمان انه انت يكون عندك خبره في ويندوز ولينكس اوبريتنج سيستم والسكريبت لانجوج. الحقيقه ديت مش مهمه قوي لانه هنشوف في المنهج واحنا بنمشي مع بعض انه مش شرط كمان ان انت تبقى تعرف تكتب كود بايدك. طيب ادي الحاجات اللي احنا مفروض زي ما مايكروسوفت بتقول ان احنا نكون فاهمينها علشان ندخل نشرح المنهج ده. طيب المنهج ده او الشهاده ديت عباره عن اربع موديول او فور سيكشن كده. اول موديول معانا وهو محور كورسنا ده، لانه زي ما هو اربع موديول احنا متعودين من اول كورس طلعنا بيه ان احنا بناخد كل موديول نعمله كورس. ليه؟ علشان نفصل ونبسط المعلومه وما نسيبش حاجه ان شاء الله ورانا للصدفه او انه حد يبحث علشان يفهمها. يبقى زي ما الشهاده او المنهج ده هيبقى اربع اجزاء، كورسنا كمان هيبقى اربع اجزاء. اول موديول اللي هو المانج ايدنتيتي اند اكسس، ونخلي بالنا مانجمنت ايدنتيتي اند اكسس هتلاقيه برضه في الايزد 104 بنفس العنوان، وهتلاقيه تقريبا بنفس المحتويات، ولكن هنا في الكورس ده يعني هو بيتناول الجانب المتعلق بالامان اكتر، وفي بعض التفاصيل وبعض التشعبات اللي مش موجوده في منهج الايزد 104. يبقى هنأكد على ان الكورس ده هيبقى اربع اجزاء، وده الجزء الاول اللي هيتناول المانجمنت ايدنتيتي اند اكسس. طيب هتعلم ايه في المانجمنت والايدنتيتي؟ هنتناول الاجر اكتيف دايركتوري فيما يتعلق بقى بالانفراستراكشر الخاصه بيه، الرول، الجروب، الاوثنتيكيشن وما الى ذلك. وبعد كده هناخد الايدنتيتي بروتكشن، ازاي احمي هويتي ديت باستخدام الايدنتيتي اكسس مانجمنت، باستخدام البوليسي، باستخدام الرول، باستخدام البلو برينت، وحاجات او تولز ان شاء الله هنتعلمها مع بعض بشكل مبسط ومفصل. بعد كده هناخد حاجه مهمه جدا ومصطلح شهير جدا اسمه الجفرنانس، ولكن احنا هناخد الانتربرايز جفرنانس في الجزء الخاص بالايدنتيتي اند اكسس. الجفرنانس مصطلح شهير هنتعرف عليه مع بعض وهنشتغل عليه بشكل عملي مفصل جدا ان شاء الله، ومش هنسيبه ورانا حاجه. هناخد كمان البريفليج الخاصه بالايدنتيتي مانجمنت، هناخد لبات كتير عمليه ونشتغل بايدينا، وكمان الجزء النظري اللي احنا دايما بنركز عليه
وبنحاول ان احنا نغطي كل التفاصيل. طيب علشان حضرتك تبقى معاك شهاده الايزد سيرتيفيكيشن او الايزد 500، قلنا ان انت هتمتحن في الاربع اجزاء دول، يعني المانجمنت ايدنتيتي اند اكسس من 20 ل 25% حجم الاسئله وعدد الاسئله اللي بتغطي المنهج اللي احنا بناكد ان احنا ان شاء الله هنفهمه مع بعض في الكورس ده. بعد كده مطلوب منك تعرف يعني ايه بلاتفورم بروتكشن، هتاخد فيها حاجات كتير جدا وادوات كتير جدا تتعلق بالنتورك والاكسس والسكيورتي سنتر وما الى ذلك. هناخد كمان السكيورتي اوبريشن، هناخد الداتا سكيور او الابلكيشن سكيورتي. طيب علشان اوصل للشهاده ديت ايه المراحل بتاعتها؟ ريكومندد ان انت يكون معاك الايزد 900 واللي هي الفاندمنتال الخاصه بالاجر، واللي بتتعرف فيها على البيئه السحابيه وشغاله ازاي وبعض التعريف والمفاهيم الخاصه بيها، ودي امتحان بسيط جدا وفي اكتر من حد مغطي المنهج كاملا وشرحه هتلاقيه على اليوتيوب فور فري. بعد كده حضرتك اما هتختار المجال السكيورتي فبالتالي هتاخد الايزد 500، او هتختار مجال الادمنستريتور وهتاخد الايزد 104، وبعد كده هترى ان انت ممكن يكون عندك قابلية ان انت بتشتغل سيكيورتي كويس او عاوز تشتغل او مطلوب منك تاسكات يومية تتعلق بالسيكيورتي، فمن المفضل ان انت برضو كادمنستريتور ان انت تروح في المجال الخاص بالسيكيورتي على اشهر. بعد كده لو حبيت تتخصص اكتر وتفهم اكتر هيبقى انت اسمك الاجور سولوشن اركيتكت اكسبيرت فيما يتعلق بعمليات الديزاين والسولوشن اركيتكت والاشياء دي. طيب يبقى كورسنا موجه لمين؟ موجه لاي حد شغال اجور، سواء ادمنستريتور او بينفذ مهام امان. الكورس موجه بالاساس يا شباب بالاساس للاجور سكيورتي انجينير، ولكن ده ما يمنعش ان حضرتك لو بورتر ادمنستريتور يعني شغال في ليفل الايزد 104 ان انت تاخد الكورس ده لسببين اتنين، لانه زياده معلومات ليك وهتلاقي نفسك شغال في ليفل اعلى من اللي انت عارفه، والسبب انه المنهج اللي حضرتك خدته في الايزد 104 هو في موديول كامل بيتكلم عن الايدنتيتي والاكسس مانجمنت والجفرنس زيه زي المديول الكامل اللي موجود في الايزد 500، ولكن اللي بنأكد على اللي موجود في الايزد 500 هو منهج شامل ومتشعب وبيغطي مواضيع كتير جدا. يبقى الكورس ده بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن ايزد 500، تعرفنا على التقسيمه بتاعتها وتعرفنا مع بعض على تقسيمه الكورس، وتعرفنا ان احنا هنشتغل مع بعض سواء كنت ادمنستريتور او سكيورتي انجينير، ولكن الكورس موجه بالاساس بالسكيورتي انجينير، وقلنا ليه قررنا ان احنا نطلع بالكورس ده، وتعرفنا على الشهاده وعلى تقسيمه الاسئله الخاصه بيها. ان شاء الله بدءا من الفيديو الجاي هنبدا نشوف المنهج الخاص بالاكتف دايركتوري في ما يتعلق بالسكيورتي او من وجهه نظر السكيورتي انجينير. اشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.